مرحبا 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 في استضافة خاصة، في استضافة نتشرف فيها مش فقط في برنامج بالأمارة على قرطاج بلوس في تونس، وهي تستضيف الموسيقى وتستضيف مهرجان الموسيقى. الموسيقى كما يشبهها نيتش بأزيز الروح، عندما يفتح باب الروح هذاك الأزيز نتاعو. يلا متشرفين فخورين باستقبال المايسترو العربي المصري اللبناني، هو ملكية الجميع، سليم سحاب، مايسترو الفرقة القومية للموسيقى العربية. المايسترو سليم، يعني تقريبا نحن أمام قامة من قامات الموسيقى في الوطن العربي، الولادة في فلسطين، النشأة في القاهرة، الهوى مصري ولبناني، الموسيقى التي درسها في روسيا. عندك لهنا شيوعيين زاد كما يحبوا. انت درست في معهد تشايكوفسكي، وما درسوا في جامعه باتريس لومومبا حتى يكونوا حمر حمر. فرحانين برشا استاذ سليم ونحن نستضيفك في برنامج بالأمارة. على فكره درست موسيقى مش سياسه. اي فوالا تشايكوفسكي، ولكن يعني في روسيا وفي كذا صعب جدا ان نفرق بين السياسه والموسيقى. طبعا هذا كله. فرحانين برشا ونحن نستقبل هذه القامه، مايسترو الذي يقود. اعطيني بربي انا طول مباشره استاذ سليم، ما نحبش برشا في الكلام، فما اللقطه هذه مع احد اهرامات الموسيقى، خلينا نشوفوها زعما تذكرك بحاجه ولا. مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان سيار بيقول لي نقاش. ولا كل من مسك الريشة موسيقار. ولا كل مسك العصاية سليم سحاب. مش عارف أنا سليم سحاب هيمطر إمتى. لا مستر، مع احترامي ليك، بنته اسمها شبورة. بيقول لي ساكن في شارع الضباب. طبعا هذا زمن المايسترو، زمن الكبار، زمن العمالقة، زمن محمد العزبي وعيون بهية. تعرف خلينا نخليكم شيوعيين مع بعضكم، جماعة باتريس لومومبا وموسكو، تحكيوا أنت في حضرة النقاد الموسيقى. عماد أمامك المايسترو. أنت لاحظت حاجة تو، رغم العزبي يمثل ويتكلم ويقادي، لكن الموسيقى ما وقفتش، وعينه على الموسيقى والإيقاع ما وقفش. مالاش؟ لأنه فنان كبير، لأنه موسيقي. الموسيقى قاعدة تمشي، قاعدة. مرحبا أستاذ، مرحبا بك. نحس وأنت في الموسيقات نتاعك اللي خدمتهم، صحيح أنت خدمت على الفولك المصري وخدمت على العالم زاد المصري وخدمت، لكن هزيتها شوية الموسيقى للفعل الموسيقي نتاع القرن 17 والقرن 18 والقرن 19 في اوروبا، اللي هزيتها شويه للكلاسيك وللرومانسي، وهزيتها حتى للباروك شويه، ما تراش هكا؟ انا الباروك بعشقه طبعا، وبلاقيه اقرب مدرسه للموسيقى العربيه. يعطيك الصحه، هذا اللي حبيت تقوله. اقرب مدرسه لسبب، الموسيقى العربيه موسيقى اوريزونتال. اوريزونتال زي الباروك بالضبط. الباروك اوريزونتال زي الكونتربوان وكل. يعني بلاش كونتربوان يخدم، وحتى الالات الموسيقيه كانوا يخدموا باللوت بالعود وبالهارب يخدموا. وانا رايي انه غلط استعمال الهارموني في توزيع الموسيقى العربيه، لازم الكونتربوين. لكن سمعتك شوف عبد الوهاب خدم لحن قطعه اسمها ربيعي، سمعتك تخدم فيها الحقيقه عبد الوهاب، قلت الكلام اللي عبد الوهاب بيده
ما حبش يقولوا خدمتها كويفر. أكثر واحد تأثر بالموسيقى الغربية الأوروبية وأنا بسميه الجسر بين الموسيقى العربية والموسيقى الكلاسيكية الأوروبية. تهمك الموسيقى الكلاسيكية طبعًا. لكن مش نقول لك حاجة، شبيك ما هزيتش الموسيقى العربية الشرقية، ما هزيتهاش للإنشاد بمعنى فهمتني ولا الكنائسي وبمعنى بمعنى الأوبيرالي. أنا مبدأي في التوزيع أسيب التوزيع للأوركسترا وأخلي الكورال يغني بالطريقة التقليدية. جميل جميل جميل. أما أحادي. الخلفية أعمل فيها زي ما أنا أحادي عارف. معناها تخليه يخدم بشكل أحادي زي ما كانت الغناء العربي التقليدي أحادي والخلفية الأوركسترا اللي أنا بعمل فيها اللي أنا عايزه. معناها سي برهان جديد لهنا هو خلى الموسيقى متطورة وكبيرة لكن حافظ ورعاء الصوت الشرقي. تتصور أنت أنا ما نش بصدقك يعني قدماء متخرجين من موسكو قاعدين تشكر في بعضكم وزعمة بلغة موسيقية وتعقيدات. لكن بالله كيفاش نجمت أنا يعني عندي رأي كنت بكتب فيه أنا برضو غير أني قائد أوركسترا أنا ميوزيكولوج مؤرخ ومنظر ويعني العلم هو يجب أن يخضع للموسيقى وليس العكس بطبيعة الحال لأنه الموسيقى أسبق من العلم وأطول أكثر من العلم هي بحث الحياة. القواعد تأتي من الممارسة بعد الممارسة مش تيجي القواعد نثقب عليها. هذا كريان قال على فكرة كريان أستاذي بالله. الله هذا رجل عظيم. الله الله سلوى تكلم ولا زيد نسأل وين على تفضل. لا على خاطر أنت دخلت في الخصوصيات في يعني المصطلحات الموسيقية واللي بالحق تحس إنه فما لغة يفهموها الاثنين أكثر الناس منا. نقول سليم سحاب نقول دار الأوبرا نقول عازف أن تتحدثوا بالعربية الفصحى حتى الأستاذ سليم يفهمكم جيدا. طيب عندما نقول جيد أستطيع عنك أخيرا أخيرا خاطر يقولوا لي ديما كثرت من العربية شكرا يا عايش. من يقول سليم سحاب يتكلم عن نتحدث عن دار الأوبرا المصرية. سليم سحاب عزف لعبد الوهاب، سليم سحاب عزف فيروز، عزف عبد الحليم، عزف للعمالقة عمالقة الفن، وبالتوازي سليم سحاب يشرف على كورال أطفال مصر. يعني أنت تحمل يعني كورال أطفال للكبار يعني تحب رغم انهم صغار وانا متاكده ومن بعد نحكيوا على حتى الجانب الانساني للاستاذ المايسترو سليم سحاب في التعامل مع دور الايتام والجمعيات الخيريه. يعني بالفعل انه النص الموسيقي الذي تريد ان تبلغه لدى الناشئه العربيه من خلال دار الاوبرا المصريه اعتبرها دار اوبرا عربيه هي هذا النوع من الموسيقى بعيدا عن اغاني المهرجانات او ما يروج له في الفضائيات. انا استعملت الموسيقى كوسيله وليس كهدف. وسيله لان انا استلمت الاطفال نفسيه بالحضيض يعني نفسيتهم مهمشين ما حدش بياخد باله منهم ما لهمش علاقة بالمجتمع فرجعت لهم الأمل في الحياة رجعت لهم ما كانوش يعرفوا إيه يعني واحد يحلم خليناهم يعرفوا يحلموا ومش بس كده خليناهم الكبار بقى حققوا الأحلام بتاعتهم. كنت بالنسبة لهم الأب انت هنا من واحد مثلا كان جبته من الشارع كان بيمسح العربيات بياخد ملاليم يعني صار دكتور بايو تكنولوجي دلوقتي. صح واو برافو يعطيك صح برافو. بنات تانيين بقى خلصوا الجامعة الإعلام بقوا أخذوا ماجستير ودكتورات وكذا يعني الموسيقى في ناس طبعا دخلوا معهد الموسيقى القلة ولكن الباقيين أهم شيء خليناهم يشعروا بقيمتهم الإنسانية رجعناهم لانتمائهم لبلدهم انتمائهم لنفسهم الأول وانتمائهم لبلدهم وانتمائهم للمجتمع
ويعني أنا برأيي أهم شيء عملته في حياتي هو كرة الأطفال مصر. برافو برافو، جميل جميل جميل. وتأكيدا لهذا الكلام، تابع معي هذه اللقطات لعلها تثير فيك ذكرى هالكلام اللي كنت تحكي فيه. احكي لي تجربة إنسانية رائعة لازم نسمعها. أنا نجلاء فتحي، شابة من شباب الأيتام ومن كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو، وهو برضو بابايا. وأنا خريجة أكاديمية أخبار اليوم قسم صحافة، وحاليا بدرس ماجستير في جامعة القاهرة قسم برضو صحافة. وكوني ان انا شابة من شباب الايتام او اتربيت في دار ايتام ده حاجة انا فخورة بيها، وفي نفس الوقت خلتني ان انا فريدة انه اسمي نجلاء فتحي ومن كرة الاطفال مصر، وان انا شابة من شباب الايتام. فحاسة انه ده كله كون شخصيتي. لولا ان انا اتربيت في دار ايتام اكيد المايسترو هو راح لدور ايتام، انا لو ما كنتش موجودة انا ما كنتش هقابله، ما كنتش هختار ان هو يبقى بابايا، ما كنتش هختار ان ساره تبقى اختي، ما كنتش هختار ان كل اخواتي يكونوا هم اخواتي. فربنا وهب لي ان انا ابقى مختاره. فهو ده نجلاء وانا والمايسترو. الله مايسترو، الله مايسترو. يعني مايش الفن في قيمة ما تغني، والفن في قيمة ما تقود، في الفن مشروع في قيمة ما تقدم في الموسيقى. ها هو هاو البعض الإنساني، رسالة قبل أي شيء. أكيد هذاك عليه قد ما قل قديش نحن ممتنين يعني باستقبال قامة في حجم المايسترو سليم سحاب، لا تكاد تصدق. ورغم ذلك ما ظهر لي ما يست بين بناتك، ها ما يست ظهر لي، والدليل ها والكليب هذا. يعطيوني هذا شنية، شكون هذا اللي تغني؟ ترى وريونا. نقول لك على حاجة ملاحظة مهمة ياسر. ساعة توا الخدمة اللي تخدمت هذه ما خدمهاش بمراجعة متاع رحابنا، خدمها بشخصيته. مش نسمع في خدمة متاع رحابنا بالكل، يعني ما يلزم الراوي الورود يا ديك. لا 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 لا، خاطر الناس كل خدموا رحابنا بالرحابنا. أه. هو ليه هو ما خدمش بالرحاب، وبنته تغني مش كفيروس، تغني غناء اخ. يا استاذ جيب 20 رسام حطهم قدام شجره واحده حيطلع عندك 20 لوحه مختلفه. لكن انت رسام فعلا، من خلال الرؤيه والشخصيه والقراءه كل شيء صحه يعني صحة. والثقافه على خاطر انا كي شفت العمل هذه اللي عاودوه الكل، عاودوه بالفيرسيون تاع عاصي الرحباني وبروح الرحابني. لكن انت ما عديتوش بروح الرحابني. مصرها
مصر رحابنا يعني مصر إيه؟ لا 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 هكا سحبتها سحبها خالص هو سحبت الرحابنا مش مصرتها معلش حببتها زي ما انا بشعرها زي ما انا حاسس بها سي عبد الستار عمامو من معناها من كبار المؤرخين في تونس وهو سليل العائله المالكه هاو هاو هو اللي باش يسالك توا العائله ويحب النظام الملكي برشا يحب فاروق في مصر ولا ولامين بيه في تونس فاروق الله يرحمه ونحب احمد فؤاد الثاني صاحب المملكه فيه. المصريه التاريخ لا يمحى لا التاريخ سيبقى أكيد. طبعا استاذ انا سمعتك تويكا في كلمه رجعتني تقريبا ال 25 سنه التالي ايوه 25 سنة مع المرحوم سي محمد التريكي اللي نعتبره احنا في تونس انا شخصيا نعتبره الموسيقيين كل عيال عليه عيال على اعماله نهار ناخذ معاه في انترفيو قال لي انا ضد الهرمنة اي ضد الهرمنة انا الحق ما نفهمش برشا في الموسيقى نعرف دور مي فا سولا سي وتقف الحكاية غاديكا نسمع فقط لكن كي قلتها لبعض موسيقيين اخرين قالوا لي سي محمد تريكي هذا ما عادش تاخذ عليه كبر في العمر لكن سمعتك تويكا بعد ذكرتني في شيء سمعته 25 سنه وقلت انت ما تحبذش الهرمنه ماذا بيه توضيح في الحكايه هذه بالنسبه للموسيقى العربيه بالطبيعه لازم نختار ما يناسب الموسيقى العربيه مش نفرض عليها ما تعلمناه ولا لازم نختار من اللي تعلمناه ما يناسبها صحيح. للأسف احنا منحط كليشيهات دلوقتي هارمونية على الألحان بتاعتنا وهذا مش المطلوب المطلوب خدمة الموسيقى العربية نستفيد قد ما نقدر من العلم لخدمة الموسيقى العربية وتطويرها معنى ما ناخذوش حاجة ونركبوها على بالضبط يعني كأنك جايب كليشيه بتسكب عليه مزيكا مش ده المطلوب مش ده المطلوب ليلي نور رجعت معك شفت برشا أحاديث أحاديث كثيرة يعني وتحدثت عن بداياتك الأولى اللي خليتك بعد حتى الان انت مايسترو يعني بالكلمه الرمزيه والحقيقيه المايسترو القائد اول ما تاثرت استاذ سليم سحاب بعزف ايطالي قديم يعني تحدث على الاوركسترا الايطالي انا ما نفهمش موسيقى انا نحس موسيقى هل ما زال هذاك اثر الى الان المستمع الجيد احسن من العازف السيء الحمد لله انا على والله ما استمتع استبرت اخيرا هذا ميشيل ايضا على صدري مشكور استاذ يعني هل روبرتو بانزي وتأثرت به في البداية هنا فما أثر لروبرتو بانزي الآن في سليم روبرتو بانزي أظن أنا أحكي لك حكايتي مع روبرتو بانزي في الأول أبدأ ببداية إزاي سمعت موسيقى وقد يعني تفاجؤون بالخبر سألت والدتي رحمها الله متى بدأت أسمع الموسيقى؟ وأنت في بطن أمك أيوة عارفة كل شيء قالت لي وأنا حامل فيك كنت ما كنتش أطلب أكل من أبوك كنت أطلب من أسطوانات محمد عبد الوهاب الله الله جميل فبالمدرسة بالفرير كنت مدرسة الفرير في اليونان وأنا كان سني 10 سنين جابوا على المدرسة فيلم لحياة روبرتو بانزي وهو قائد أوركسترا إيطالي معروف بدأ بالقيادة وهو في سن 13 سنة بعدين تحول للتجارة يعني الموسيقى التجارية ما عملش اسم كبير بالقيادة يعني زي توسكانيني وغيره إلى آخره بس كان تأثيره لدرجة أنه في هذه السن كان عمري 10 سنين قررت والله من سن 10 سنين أنه لازم أصير قائد أوركسترا وتحقق الحلم الحمد لله وراء هذا الحلم لغاية ما حققته أبوي كان ضد والدتي بالعكس كانت تشجعني لأن بتحب الموسيقى كانت الكلاسيكية الأوروبية ومن سن 10 سنين بدأت أسمع الكلاسيك الأوروبي فضلت وراء ابوي يقول لي قبل ما تجيب البكالوريا ما اما ذاك شجعك انت زاده باش تجيب البكالوريا وتحقق الموسيقي المرجع اللي تعتبره في الشرق
من الخمسة الكبار. لا محمد عبد الوهاب هو والله جميل. هو هو ريزومي بالقرن التاسع عشر والقرن العشرين. لخص كل فقرة. تلخيص للقاء بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين. هو موسيقى هو الموسيقى هو عقل الموسيقى. رياض السنباطي مثلا تطور وقف. محمد الأصبجي أخذ منحة عقلاني بالموسيقى وكأنه بلحن بعقله مش بعاطفته. ذكر رومانسي وفي نفس زكريا الوقت. زكريا أحمد استمرار القرن التاسع عشر والقرن العشرين كان. عبد الوهاب هو اللي هو مسح الكل. وراءه كان سيد درويش طبعا. المهم كل الانشاد. ما عمله عبد الوهاب وطور فيه كان انطلاقه من سيد درويش. أنا في صدد كتابة دراسة دلوقتي لمجلة شؤون عربية مجلة الجامعة الدول العربية عنوانها جملة قال عبد الوهاب بأحد المقابلات بتاعته أنا درويشي حتى العظام. أي هو كمل الدرويش كمل مسيرة الدرويش طبعاً نضاه الله. سيد درويش زرع ديزومبريون يعني بالحق من وكلهم الموسيقى من صغيرة لخاطر كملهم عبد الوهاب طبعا مايسترو كان يخبط دماغه في الحيطة يقول دول بيلحنوا ازاي دول اكيد اكيد مايسترو. ونحن نتحدث على الزمن الجميل هذايا وانت في على رأس الفرقة القومية الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية سابقا وتجارب عديدة لغاية 2015 لغاية 2015. يعني هل تعتبر هالشكل الموسيقي هذايا العميق وجدانيا العميق في صناعته العميق في كلماته العميق في إدارته المايسترو الذي يدير الفرقة من 100 عنصر أو أكثر ما زال له حظ الذائقة الموسيقية العربية اليوم اللي غزاها وهذا نقاش يجري في مصر وأنت أدرى به في تفاصيله مع الأغنية التجارية مع أصدقاء المهرجانات مثلا الأغنية الإلكترونية مع شكون أغاني المهرجانات سمي لي العركة ما بين هاني شاكر وشكون هو الآخر الفنان محمد شاكوش أسماء يعني هل مازال للسيمفونية شاكوش أنا ما لا أفهم بالنجارة لا يعني تصفهم هذا إيه ولكن هناك تحدي تامر حسني جبالي تلميذه أنا بقول لك شيء يعني برضو عبد الوهاب لما ظهر لما كان شاب كان في ناس كتير ضده كان في ناس كتير كان يعتبروه محمد عبد الوهاب سطحي تجاري كذا لا كان في ناس كتير ايه المزيكا دي اللي جايبها لنا مش عارف ايه وكان شيخ في واحد شيخ اعمى محمود صبح اظن محمود صبح كان يشتم في الراديو قبل 34 قبل ما قبل تاسيس الاذاعه المصريه الحكوميه كان في الاذاعات الاهليه فكان يطلع يشتم بكلام بذيء على الهواء تعالوا يا اولاد يا لا مؤاخذه يا اولاد الكذا تعالوا تعلموا بيلحنوا ازاي على الهواء وهو قاعد يغني ف يعني لما قال لاحمد شوقي انا لحنت لك في الليل لما خلي ولحن حيعجبك قوي قال له يا محمد أنا خلاص أنا بقيت من الماضي أنت شوف الشباب شوف جيلك ولحن لجيلك فكل جيل له ما كل جيل وشني اللي كان جديد عبد الوهاب بقى كلاسيك وبقى تراث فكل جيل له وقته تاريخية كل أذان له وقته في الملحمة أستاذ أستاذ سليم يعني مش قدم لك أكيد وأنت مطلع على تجارب هذه التجربة في الملحمة في الموسيقى الملحمية اللي تخلد لحظات تاريخية في تاريخ الشعوب للأسف عادة ما تقترن بالحروب وليس بلحظات السلام هنشوفوا التجربة هذه من
دور سار. هذا مجيد انتظامي. مايسترو اللي راني. التأثير ضخم جدا ومؤثر جدا، تريز امبرسيونو يعني طبعا. بس رأيي بيفضل ناقص طالما أنا ما بعرفش الموسيقى التقليدية بتاعتهم. ما بعرفش إيه علاقة هذا التوزيع الأوركسترالي بالموسيقى التقليدية الإيرانية. ممكن يكون ملتصق فيها جيدا وساعتها تجربته تكون رائدة، أو بعيد ساعتها لازم نلاقي حل تاني. أكيد أكيد. هي في إحياء ذكرى معركة في الحرب العراقية الإيرانية، تعرف معركة خرمشهر، الإيرانيين خدموا هالبعد السيمفوني. أيضا أنت ما كنتش بعيد أستاذ سليم على الأجواء الملحمة الوطنية اللي عاودت إحيائها أنت من حرب أكتوبر. خنشوفوا في إحدى البرامج في مصر فرقتك بقيادتك أنت إيش غنيت ترى؟ اجتهدت في القطعة ولا لم تجتهد فيها؟ يعني ما بغيرش العناصر الأساسية فيها، بحط رؤيتي الجديدة للحن، بحط فيها حماسي، بحط فيها مثلا أنا قدمت الأرض تتكلم عربي على المسرح. الله. فطبعا السيد مكاوي بيقولها بالأرض بتتكلم بشكل بطيء، لا انا عملتها سريعه جدا، سريعه خليت كانه المعده كانت تسمح. حضر لي كان فما الأرض بتتكلم عربي المايسترو سليم سحابه، عملت لها مقدمه بزيت تتتم بام بام ترم، والايقاع دخلت بالسرعه دي. شوقتنا، شوفوا لي الفيديو. اي ايوب الارض دخلت الكورال بقى، وفي الاخر بقى اربع مرات الارض تتكلم عربي، هو بيعملها سيد مكاوي كده. بخفف بالاخر بعد البيانو بيانيسيمو الارض الكورال كله بيصرخ وبتنتهي كده. فيعني بزيد ما لا يبوظ العمل يعني. قراءتك هذه قراءة. اسمعني، في انتظاري حضروني الارض تتكلم عربي. عندك صديقك هنا العزبي باش تحكي لي عليه شويه، اما خلينا مع بعضنا نسمعه وهو يتغنى بعيون بهيه في احد اروع اغاني محمد العزبي. الله الله الله. بهية وعيون بهية
الله 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 مايسترو سليم، عزفت بجانبك العزبي، عزفت على حسب اطلاعي وبجانبك فيروز ايضا. فيروز ووديع الصافي وسعاد محمد ومين كمان، مدارس مختلفة هذه ما يتقبلوش العزبي وفيروز. تعبك حد فيهم؟ كان أحدهم أكثر تعبا من غيره؟ لا، أكثر تعبا أكثر مفاجآتا وديع الصافي بالارتجالات اللي بيبدأ بنص القيادة. الناس كل شكت منه وديع الصافي. كنت عيني على شفايفه. ايش باش يقول؟ عايز أعرف إمتى حيرجع للنوتة بقى. أول ما أروح أدخل الأوركسترا. بالنسبة لفيروز؟ لا، فيروز تلتزم بال ما لا ارتجال عندها اطلاقا، ما تفهمش لغير تلتزم بالنوتة منضبطة. بس فيروز دي فيروز مايسترو. انت الحفله اللي عملتها مع فيروز كانت ببصرة الشام على حدود الاردن، معبد مدرج روماني امفيتياتر بيوسع 20,000، كان في 50,000 شخص. 50,000 شخص. أنا طلعت وراء الكواليس كده بصيت ترعبت. الكاريكاتير بقى اللي بيصوروا لك روس 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 عشان يعطوك فكرة انه في ناس كتير. انا شفت المنظر ده بقى. فكانوا الناس قاعدين تقريبا على اجريك، كنت ثلاث مرات او على البيبيتر عشان ما وقعش على الارض. رائع. وديع الصافي بقى حكايه بقى. وديع على المسرح عملت معاه حفلتين. سعاد محمد عملت معاه حفلتين. بعدين المطربات المصريات الكبار زين إيه؟ زين فايزه ونجات وذوما جدد ولا قدم. شريفة فاضل. شريفة فاضل. الليل الليل. وسميحة القرشي عازفة القانون على دار الأوبرا. كرمناهم مايسترو راك هذاك، احنا فرحانين برشا مش فقط انك وطبعا لطفي بوشناق. لطفي بوشناق هلا جينا في دار الأوبرا. تحية لطفي. تحية. جيت لهنا على والدكتوره درصاف. درصاف اي اي عملت معها حفله عملها بدار الاوبرا. المديره الحاليه لايامات الكارتاج للموسيقى. كيف وجدت الايام؟ الايام الموسيقيه كيف وجدتها في تونس؟ شوف بقى لغة جديدة للشباب ولازم نعطيهم فرصة. يعطيك الصحة. محليك دبلوماسي رغم اللي أنا ما عندي موسيقى قديمة وجديدة، عندي جواسيسي. موسيقى سيئة وجيدة. بس جواسيسي تقول شيء آخر. الله. أنت الموسيقي صحيح. سامحني يا عماد، أنت لطفت الإجابة، لأنه جواسيسي قالوا لي المايسترو السليم كان يتمنى أن يجد موسيقى تونسية في أيام الموسيقى. إيه. هذا مهم. موسيقى قرطاج، لكنه وجد موسيقى جديدة لم يفهم منها شيء، راب على درشنوة على أشكال موسيقية جديدة. صحيح صحيح. أنا كنت فاكر مدعو على مهرجان تراثي. ففوجئت انه مهرجان شباب، ولكن لا. بحضر كل يوم. شوفوا استاذ، مش حتى مهرجان تراثي اليوم انتم اخذتوني منه. شوف لا 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 لا. شوف مش حتى مهرجان تراثي. نحن في تونس وكما انتم في تو بليغ حمدي مثال او عبد الوهاب او القصبجي والكل خدموا على الفولك المصري، خدموا على على الدخلاني المصري، خدموا على الشعبي المصري وطلعوه هكا ولا. نحن في تونس ماذا بينا الراو مبدع يخدم الراب ويخدم الكوسبال يعني ويخدم، لكن يخدم على المالوف ويخدم على العيساويه. لا يلغي بيتهوفن وباخ. يعطيك الصحه. شوف فاجنر. فاجنر خدم على تراث المانيا. بالضبط بالضبط. فيلسوف الموسيقى. عندك الكاميرا وعندك التونسيين الان كلمتك مايسترو. احنا تمنينا نشدوك، لكن انت قلت ما تحبش تحضر. احنا كلنا باش اغتنم الفرصه، اوجه شكر جزيل وكبير جدا لمعالي وزيره الثقافه وللدكتوره درصاف على الدعوه وعلى التكريم اللي حصلت. اكيد كنا سعداء كثيرا باستقبالك استاذ سليم. يعني الفلاتو اشرق وغيرنا حتى من غيره كنت انا قبل بمرايات وكذا جيت طيحت علينا يا رجل. هذاك عليه فرحانين وتكرموك بهالباقه المتواضعه هذيا بتاع الورد. يعطيك الصحه. فرحانين برشا انك كنت حاضر معنا استاذ سليم. ميرسي بوكو.
يعيشك ان شاء الله موفق ومبدع ومتميز دوما. يلا الى اللقاء، باي باي. شكرا، ميرسي بوكو، ميرسي لك انت على الحضور. يلا الجزء الثالث بعد قليل.